نقطة النرجسي فيها أكتر من كلام. احنا قلنا إن الشخصية النرجسية شخصية صعبة جدا العيش معاها، شخصية نقادة لوامة، بتستغل اللي قدامها، تستفز اللي قدامها، يحاول يطلعك غلطانة بأي شكل، يستفزك لحد أنت ما تستجيبي للاستفزاز فتتنرفزي فيضحك، يبقى مبسوط جدا إن هو بينططك قدامه. الشخصية النرجسية ما بتسمعش غير رأيها، الشخصية النرجسية ما بتبقاش عايز أصلا يسمع رأي غيره، ما بيبقاش عايز يسمع كلام غيره، هو رأيي أنا وبس، أنا الصح والبشر كله غلط، بل إنه كمان بيبقى عايز اللي في إيدك، كأنه مستكتر عليكي نعمة، مستكتر عليكي خير، مستكتر عليكي، مش عايز في إيدك حاجة، ودايما يلوم فيك وينقص فيك، ينقص فيك. الشخصية النرجسية كده صعب التعايش مع شخصية زي دي. طيب بصوا بقى، عشان في درجات للأمر ده، كل واحدة تقول لك إيه زوجها دماغه منشفة، دماغه معرفش إيه، مصمم رأيه على إيه، يبقى هو نرجسي. لا، الأمور ديت فيها درجات. يعني ايه؟ يعني الشخصيه النرجسيه ما لا تقبل ان حد يعدل عليه، ولا تقبل انها تتغير بسهوله ابدا، ولا يرضى اصلا، مش شايف نفسه غلط اصلا، يتغير على ايه؟ لكن لما يبقى عندي خطيب او زوج يقول لك اه لا انا هتغير، لا انا عارف ان الامر ده غلط وانا هحاول، ساعدوني، او انت تنصحيه فيتنصح، يعني يسمع النصيحه ويسمع له، اه لا التاني ما بيستجبش تماما. والعلاج التجاهل تمام، لو كانت زوجة تجاهل تماما، ما تستجيبيش للاستفزاز بتاعه، ما تقعيش تستجيبي لمثير الغضب اللي هيوقعك فيه، ولا الكلام ده، وخليكي هادية تمام وبردة تماما، ولا تدي اي اهمية، لان بدان اهمية هو بيفرح غلط. طيب بصوا بقى، النقطة اللي انا عايزة افرق فيها النهاردة والجديدة، الكلام ده احنا قلناه قبل كده، الجديد ايه؟ الجديد الاتي، ان النرجسي انواع. عندي نوع، بصوا النوع اللي هو المتكبر، منفوش قد كده ومتكبر وشايف الكون كله ذر، وانا يعني محدش زيي، ولا حد قدي، ولا الارض تبان، وهو اصلا يعني ولا عارف حاجه في حياته. اللي بيبقى المتكبر قوي ده، ده صعب، وواضح، بيبقى واضح في كلامه، واضح في افعاله، واضح في ردود افعاله، متكبر، متكبر رهيب رهيب. النقطة بتاعت المتكبر ده علاجه بإيه؟ أعرفه قيمته ومقامه، ولو في خطوبة ما كملش، أنا بقولك أهو، ما من أهو، خلينا في بداية، لو في خطوبة ما كملش. طيب ولو في زواج تجاهل، قلنا النقاط الستة، ارجعوا للحلقة تاني. طيب النوع التاني من النرجسية، وأظن إن هو ده اللي منتشر، منتشر جدا، النرجسي الضعيف. إيه ده؟ في نرجسي ضعيف؟ هو في نرجسي ايوه، في نرجسي ضعيف، وفي نرجسي بيبقى اصلا قمه في الضعف. ليه؟ مهزوز، ثقته بنفسه مهزوزه، حاسس ان هو في حاجات ناقصه عن اللي قدامه، اللي قدام كلهم كويسين، فانا اعمل ايه؟ اقوم جاي داكك، اقوم جاي مدي كلام سلبي، اقوم جاي ناقد، اقوم جاي لايم، اقوم جاي عامل اي منظر علشان اصغر اللي قدامي واحسسه ان انت صغير قوي، فانا احس بالامان، ما احسش ان انا في موقع تهديد وفي موقف تهديد، لان انا نرجسي ضعيف. لا، ده يهد في اللي قدامه، ويفضل يهد فيها، ويفضل يكلمها كلام كله سم، وكله نقد، وكله لوم، وكله بهدله، واذى لفظي واذى جسدي ابراهيم، علشان يحس ان احنا مساويين، انت مش اعلى مني، انا من... طب ده ليه؟ هو اصلا تربيه خاطئه، موروثات بيئيه، موروثات في العيله، هو تعرض لخذلان او رفض شديد جدا، رفض شديد جدا من علاقات، او رفض شديد من الصحاب، او رفض شديد من الشغل، ومن كل الكلام ده، الرفض ده هو تعرض له، فحس بالنقصان والقله، فيجابه ازاي والمخ يدافع ازاي؟ يقوم جاي مقلل من اللي قدامه، ناقد اللي قدامه، اي حد يكلمه غلط وانت عامل مهاجمه، هجوم 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 هجوم، عشان يحسسه بقيمته الصغيرة دي. الكلام ده نخلي بالنا منه. النرجسي الضعيف ممكن يتغير، سواء المتكبر او الضعيف، لو حس ان هو من جواه انك انت غلطان وانك فيك حاجة، او لو احنا وريناه العائد الصح والعائد اللي هيعود، النتيجة المرجوة الايجابية، لو انت اتغيرت هيعود عليك كذا وكذا، ممكن. مين بيقول لي؟ طب لو الست، لولي، لو الست هي اللي نرجسية وفيها النوع النرجسي الضعيف، لازم يحصل معاها حوار نفسي، لازم الحوار الداخلي النفسي ده، هو انت ليه مستصغره نفسك؟ هو انت ليه مستقليه نفسك؟ هو انت ليه كذا؟ فتقومي تهاجمي اللي قدامك، وتقومي مصغره من اللي قدامك، ومسفاه اللي قدامك، وناقد فيها، ودايما سلبيات، عشان تحسسي نفسك انك انت حد ذا قيمه، وانت اصلا
نظرتك لنفسك مهزوزة وثقتك بنفسك مهزوز، فده مش صح. العلاج في الاتنين، ان انا اوريهم وينفع يتغيروا، ممكن يتغيروا لو هو من جواه عاوز كده، ولو وريناه النتيجة المرجوة الايجابية اللي هيعود عليه من حاجة زي كده. وفي الاول وفي الاخر الدعاء. نصيحتي تاني، لو هو خطيب في مرحلة خطوبة، انت هي او هي ما تكملوش، ولو في مرحلة زواج التجاهل تمام، واولاد ممكن يكون له تاني، ممكن بيحب اولاده، حنون معاه ومش عارفه، لكن معاكي هو حاسس بالتهديد، فبيعمل معاكي ممارسه الامور السلطويه ديت والطوسيه والانا والايجو عالي وكل جميع الاهداء، كمان بيأذي بالالفاظ والكلمات ويحسسك بقله من نفسك ويشككك في نفسك انت ذات نفسك. فالتجاهل هو الحل طبعا. ركزوا في النقاط الجديده اللي انا قلتها دي، هو اللايف هيتسجل ما تقلقوش، اللايف هيتسجل، يعني هتلاقوه موجود على الصفحه وهيتقسم وكل حاجه. لكن انا عايزاكم تركزوا في النقطه دي عشان لا تظلمي نفسك ولا تظلمي الناس اللي حواليك. الناس بقى اللي بتتكلم انتوا كبرتوا قوي موضوع النرجسيه، واي واحده، احنا ملناش دعوه ان اي واحده او اي زوجه بتفهم الموضوع ده غلط، ولو يبقى في صفه واحده تقول ده نرجسي، وسيبي صفه اتنين ده نرجسي. لا، في مجموعة من الصفات متكاملة كده مع بعض، بتيجي ايه لوكشة كده، كوليكشن على بعضه كده. لما تيجي هو يبقى فيه الصفات دي، لكن انا اخد صفة يبقى هو كذا وابتدي ابني عليها، لا. وفي نفس الوقت ما هو يعني ما سفهش ولا صغر من موضوع ان يبقى فيه شخصية سم حقيقية كذا. ممكن تصبر عليها، في زوجات تقدر تزوج، في زوجات ما تقدرش، لانه بيوصلها لمرحلة كره نفسها ومش عايزة، وكرها عيالها وكرها بيتها، لا بتبقى عارفة تبقى زوج ولا عارفة بتبقى ام ولا عارفة بتبقى انسانة، ويجي في الاخر تخش في مراحل اكتئاب وتقول لك خلاص الحياة ملهاش اي 30 لازمة وانا ماشية من الحياة خالص. لا لا، احنا ما نسفهش من حاجة زي كده، وضروري خلي بالكم لا سفه من حاجة زي كده ولا ان انا افور فيها قوي. خدوا الموضوع باتزان واسمعوا النقاط الحقيقية اللي انا قلت لكم عليها. اشدهم النرجسي الضعيف اللي بيبقى كده، لكن بيرجع، شفت حالات بترجع لو وريتيها النتيجة المرجوعة والحاجات الايجابية اللي هتبقى موجودة فيها.